مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، برحب بيكم من برنامجكم بدون سابق انذار. خلوني قبل ما ابدا حلقتي النهارده خلوني ارحب بضيفتي وزميلتي العزيزه عليا هبه يسري. نورتيني في الاستوديو النهارده يا هبه. اهلا بيك يا هبه، مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات برنامجنا بدون سابق انذار، ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليك حبيبتي. طيب موضوع حلقتنا النهارده هو موضوع مش جديد لكنه موضوع قديم، تمام، لكن لاحظت انه بيحصل كتير قوي قوي الفتره دي. طيب خلونا نعرف موضوعنا بعد الفاصل. فاصل نرجع لكم مره تانية. رجعنا معاكم مره تانيه وموضوع حلقتنا النهارده هو موضوع مش جديد، هو موضوع قديم لكنه يؤسفني ان انا اقول لك يا هبه ان هو بقى واضح جدا 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 وظاهر قوي الفتره دي، وهو قطع صله الارحام. طبعا قطع صله الرحم اول ما الساده المشاهدين سمعوني دلوقتي اكيد افتكروا هم قد ايه مقصرين ناحيه اهلهم وقرايبهم وحبايبهم وجيرانهم واصحابهم، وقد ايه ما بيسالوش عليهم وقد ايه مش بيودوهم. طبعا صله الرحم دي يا هبه هو موضوع مهم جدا ومنتشر قوي الفتره دي، ولا انت ايه رايك؟ فعلا يا هزير صله الرحم يكاد تكون مش موجوده حاليا، وبرده ممكن نرجعها لظروف كورونا والاجراءات الاحترازيه والتباعد بين الاقارب. بس برده من حلقتنا النهارده ان احنا هنتكلم عن صله الرحم وازاي ان احنا نستفيد منها، ان صله الرحم حث عليها الدين الاسلامي وتعني الاحسان الى الاقارب والتواصل بينهم وتبادل الزيارات بين الاقارب، وبرده بنقول ان حث عليها الدين الاسلامي بعدم القطيعه بين الاقارب والحث على زيارتهم. وبرده بعض الفقهاء قالوا الصلة بالوصل وهو ضد القطع تماما. وصلة الرحم برضو بنقول يا هزير ان فعلا في بعض الايات والاحاديث بتنص على صلة الرحم. طيب خليني بس قبل ما تقولي الايات القرآنية والاحاديث خليني افهم الناس معنى صلة الرحم. صلة الرحم هي الاحسان، هي الود، انك تطيب بخاطر الناس اللي حواليك، وانك تقول لهم كلمه طيبه، وانك ترفع من قلبك كل غل وكل حقد وكل زعل وكل خصام، ولا ايه رايك؟ لا صح يا هدير، فعلا ان بعض الاحاديث بتقول عن صله الرحم بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وبرده في بعض الايات القرانيه ان بنص عليها الدين الاسلامي عن صله الارحام: بسم الله الرحمن الرحيم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، اولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصارهم. كل دي الآيات القرآنية والأحاديث اللي بتنص على صلة الرحم تكاد تكون مش موجودة. فالنهاردة من حلقتنا إن شاء الله إزاي نفيد إن صلة الرحم لازم تبقى موجودة. طيب برضو يا هبة في آية بتقول قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وبرضو في حديث بيقول عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي أن لا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي الآيات والأحاديث اللي كانت معانا النهاردة عن صلة الرحم. خلينا نشوف ليه بعد كل الأحاديث دي والآيات ليه إحنا لسه في غفلة عن صلة الرحم. نبتدي نقول الأسباب، تمام. طبعا الجهل عن الدين والجهل عن معرفة الأسباب اللي هي الحسنات، قد إيه بتاخدي ثواب على صلة الرحم، وقد إيه إن صلة الرحم مهمة عند ربنا وأوصانا عليها أكتر من مرة في الأحاديث وفي القرآن، وقد إيه إن الموضوع يعني كله بالنسبة لربنا هو حاجة جميلة. يعني شوفي أبسط حاجة ربنا بيدينا عليها ثواب وبيدينا عليها حسنات، ودي من أكتر الحاجات يا هبة اللي بتخلينا نضمن الجنة. معانا مداخلة، نديم من القاهرة، أهلا وسهلا أستاذ نديم. نبيل
نبيل. نبيل الخضراوي. نبيل اهلا وسهلا استاذ نبيل، سوري. نبيل الخضراوي. اهلا وسهلا استاذ نبيل الخضراوي، انا اسفه. اتفضل حضرتك. ولا يهمك يا فندم. تمام اتفضل حضرتك. احنا بنتكلم على الارحام يعني، وليا مظبوط يعني ليا يعني التجربه يعني في الموضوع دوت يعني، يعني كان ليا قرايب كلهم يعني حبايبي وكلهم، ودخل الورث ومش الورث وبتاع، وكل واحد بعد عني عشان بسبب الورث والفلوس وبتاع. اهم حاجه الارحام يعني، مثلا الواحد يعني القرايب اللي ملوش قرايب يشتروا له قرايب في هذا الزمن. مظبوط طبعا. ما سمعت انا طبعا البرنامج بتاعك، وقلت برضه اخش في مداخله على اساس اقول في حاجات بتحصل. اه مظبوط، في القرايب ما بيكلموش بعض في هذا الزمن فعلا. مظبوط، واخده بالك يا فندم. مظبوط يا استاذ نبيل معاك. وبعدين يعني اقرب الناس اليا يعني خصمونا عشان الورث ومش الورث وبتاع، والفلوس بتروح وبتيجي. مظبوط يا فندم. هي دي سبب من اسباب قطع صله الارحام صح كده؟ ايوه يا فندم. طب أيوة. في اسباب تانية عند حضرتك؟ ايوه يا فندم. اتفضل قول. نعم اتفضل انا سامعاك. انا بتكلم على اساس يعني انا بتكلم على اساس يعني ناس قرايبي كتير قوي يعني، اولاد اختي وناس يعني خالاتي وبتاع، خصمونا عشان الفلوس وبتاع، بس انا عملت معاهم كل اللي ربنا قال عليه. تمام، انت طبعا بتعامل ربنا. بشكر حضرتك جدا. في الاول وفي الاخر حضرتك يا استاذ نبيل بتعامل ربنا بصله الرحم، مش بتعامل البني ادمين، فما تحسبهاش اللي هو الند بند، وان انت تقف لكل تمام. واحد ما بيسالش عليا فانا مش هسال عليه، ما بيصلش الرحم لا انا مش هسال عليه ولا هصل بيه الرحم. لا طبعا حضرتك بتعمل لربنا اولا واخيرا. فعلا اعزائي المشاهدين، برضو من اختفاء صله الرحم تقليد الوالدين برضو، وفي القبر والضعف الديني او الجعل الديني بقى مختفي. بالنسبه لتقليد الوالدين دلوقتي، ان الولد او البنت ما بيشوفش باباه او مامته بيصل رحمه، دي حاجه مهمه جدا. لازم الاب والام يصل الرحم، الخال العم الاقارب، عشان يطلع هو زيه زي الاب وزي الام. صله الرحم مهمه جدا بين الاقارب، حتى بيوصلوا الرحم اكيد. هو هيقلدهم فيما بعد. تمام. والقبر في ناس متكبره، في ناس من الاغنياء ما بيرضاش يزور اقاربه، يقول لك ده فقير، ده مش ده ربنا قال الاقربون اولى بالمعروف. طيب في احنا معانا امال من اسكندريه. اهلا بيكي يا استاذه امال. الو. اهلا وسهلا. اهلا استاذه امال اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي اتفضلي. لو سمحتي انا عندي، انا ليا اخت، احنا بنشتري اثنين. ايوه اتفضلي. بس اختي دي يعني من ال يعني حالتها مبسوطه وكويسه. تمام. بس اما كان بيبقى عندها مشكله ولا اي حاجه كانت بتلجا لي عشان احلها لها. تمام. ربنا يخليكي ليها. نعم ربنا يخليكي ليها. يعني سواء ليها او بناتها، لان هي كانت مطلقه اساسا. تمام. ليها او بناتها انا اللي كنت بقف مثلا معاها في اي مشوار، في فرح في حزن في كل شيء. تمام. جت فجاه اختلفنا على حاجه هي قطعتها لي، والحاجه دي قالت انا مش عايزاها، خديها ليكي انا مش عايزاها. طب الحاجه دي ايه؟ ورث يعني يا استاذه؟ استاذه امال ده ورث؟ لا 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 كانت فلوس لو سمحتي. دي كانت فلوس وفلوس ما تذكرش يعني. فلوس فلوس. تمام اتفضلي. تمام. قالت لي لا خديها انا مش عايزاها، الحاجه دي ما ترجعش تاني. تمام. بس قالت لي انا عايزه الحاجه ديت، بس انا كنت وقتي زنقه، قلت لها طب استني عليا شويه ربنا يسهل في جمعيه هقبضها واديها لي. تمام. كانت قطعاني بقى من ساعتها. تمام تمام. ارن عليها اكلمها ما فيش. اتصلي بيها اتصلي بيها اتصلي بيها انت يا استاذه امال. اتصلت بيها كذا مره ما فيش فايده، بعت لها رسائل تهنئه في اعياد ومواسم من غير سبب، من غير سبب اتصلي بيا افتكريني، لا هي ولا عيالها حتى بيرنوا عليا. بصي عند الله يا استاذه امال، بس اتصلي مره واثنين وثلاثه، اوعي تفقدي الامل. ربنا كريم وربنا بيدي كل صلة الرحم، بتزود الرزق وبتزود العمر وفيها بركة، وانت بتعاملي ربنا مرة واثنين وثلاثة، وصدقيني هي هتكلمك وهتتصلي بينا برضو المرة الجاية، وهتقول لنا هي كلمتنا ان شاء الله والحلقة جابت نتيجة.
بقالي سنتين ما بتصل بيها، ما بتردش والله. معلش روحي لها، روحي لها البيت، روحي لها، روحي لها، روحي لها. نفسي تكلمني، انا معيش غير صبيان، هي تقف على وش لما اجي يا حبيبتي. لا يا حبيبي، روحي لها، روحي لها، صدقيني روحي لها، اختك وان شاء الله ان شاء الله قلبها هيلين، وادعي لها في الصلاه الدعاء، ادعي لها ان شاء الله مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله تتصلي بيها الحلقه الجايه ان شاء الله وتقولي لي ان انتوا اتكلمتوا بعد، وصدقيني باذن ربنا الله باذن الله يا استاذه امال هتلاقيها كلمتك وتواصلت معاكي مره تانية. بشكر حضرتك جدا. خدتي بالك يا هدير ان في حاجه مهمه قوي في مكالمه استاذ نبيل ومكالمه الاستاذه امال، ان يا جماعه برضو الميراث الفلوس يا جماعه في حاجات اهم من ده كله. صحيح. صله الرحم، الدين، القران، والله دي مهمه جدا والله. صله الرحم بتزود العمر وبتزود البركه وبتزود الرزق. يا ريت نستبعد الفلوس، الدنيا مش مستاهله يا جماعه، بلاش الروتين اليوم ياخدنا، بلاش ننشغل في حياتنا، بلاش نقول الشغل، بلاش نقول مصلحتنا، والله بتفرق. فين يا جماعه اليوم الاسبوعي بتاع كل جمعه؟ فين العائله؟ ما ده صله رحم. كبير العيله او اصغر العيله يجمعهم، يجمع الصغيرين، يجمع الكبير يروح للصغير والصغير يروح للكبير، ما نكبرش على بعض. صحيح. احنا عيله واحده يا جماعه، احنا بنص القران كتاب ربنا، احنا بنعترف بيه، بنقوم بيه، بنقول الاحاديث والايات القرانيه ان احنا بنترجمها في حياتنا اليوميه. بلاش الدنيا تاخدنا، بلاش الروتين ياخدنا، نقابل بعض ونحضن بعض ونحب بعض. يا هبه معانا مداخله من مصطفى من بني سويف، اهلا وسهلا يا مصطفى. اهلا بك يا فندم، السلام عليك وعلى الاستاذ الجميل. اهلا وسهلا يا ام مصطفى، معاكي، اتفضلي حضرتك احنا سامعينك. ايوه ماما، كنت عايزه اقول لحضرتك انا هاخد من العنوان بتاع حضرتك واجاوب اللي هو اسباب غفله الناس عن صله الرحم. يعني اخد كلمه غفله دي، اتفضلي. فعلا احنا في غفله، بسبب السبب الرئيسي يا فندم هو شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي خربت بيوت ناس كتير قوي قوي، وبعدت الناس كلها عن بعضها. صح. ولهت الناس على فكره، لهت الناس كتير جدا، وده سبب خراب بيوت كتير جدا جدا فعلا. وسبب لهو الناس عن وشغلهم عن بعض. انا يعني عايزه اقول لك يا ام مصطفى، انت ذكرتي اهم سبب تمام. في قطع صله الارحام السوشيال ميديا. تمام مظبوط، بتبعدنا عن بعض، بتبعدنا. اتفضلي كملي. ويا ريت يا فندم حضرتك يعني نرجع لربنا سبحان الله، ونمسك مصحف ربنا ونمسك كلام ربنا ونرجع حقيقي. لان احنا بدل ما نمسك الشات وبدل ما نتبادل كمان، بدل ما نتبادل السلامات والكلمات الطيبه والحاجات الجميله، بنتبادل السباب ونشير لبعض كلام لا يليق لا باسلامنا ولا بمجتمعنا ولا بشخصيتنا. انفتحنا للاسف يا فندم انفتاح غير لائق بمجتمعنا وبشرقيتنا وباسس ديننا. وبعدين ارجع اقول لحضرتك، مش الموصل اللي هو اذا انت وصلتيني انا اوصلك، الموصل اللي هو اذا انقطعت رحمه هو اللي بادر بوصلها. صح. وبادر بالاتصال. صح. وبادر بصله الرحم. صح. وللاسف احنا بعدنا كتير 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 عن ربنا، وسبب العامل الرئيسي شبكات الخراب الاجتماعي اللي هي بعدتنا كتير 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 عن ربنا. ويا ريت نرجع لربنا ونقفل ونتبادل الكلمات الطيبه مع بعض، ونرجع لربنا كده ونرجع نزور بعض بدل ما نكلم بعض على الشات ونتواصل عن طريق التليفون. لا، نروح نزور بعض. الخطوه دي بخبط كده، مجرد ما اخبط الباب كده على امي وعلى اختي وعلى جيراني، دي بتدخل السرور على القلب قوي قوي. بدل ما ارن التليفون، بدل ما ارفع التليفون، لا طب ارفع التليفون ليه؟ ما اخطي الخطوه دي جميله قوي قوي. عندك حق. الخطوه دي عندك حق طبعا في كلامك، وانت ذكرتي اهم الاسباب. انا بشكر حضرتك جدا طبعا يا هبه. الموضوع كله ان زي ما هي ذكرت، السوشيال ميديا والفلوس طيب احنا قبل ما اكمل كلامي معانا فاصل ونرجع مره تانية. رجعنا معاكم مره تانية، وطبعا احنا كنا بنتكلم عن اسباب قطع صله الارحام. ومن اسباب قطع صله الارحام الناس قالت طبعا الاموال او الفلوس لما بتدخل بين الناس. الميراث. طبعا الميراث بيبقى الشخص، تاجيل الميراث بيبقى الشخص حاسس ان هما بياجلوا عشان ياكلوا عليه حقه، او مش عايزين يقسموا القسمه بعدل ربنا وبحق ربنا، فبيبقى في مشاكل وبيبقى في نزاعات وبيبقى فيهم خلافات وبينقطعوا، ما بيسالوش على بعض. تمام كده. وده في حاجه كمان معانا استاذ رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. انا بصراحه بحييكم على الفقره دي بالذات. شكرا، الله يخليك. ميرسي. بحيي فريق الاعداد المحترم وقناه صحه وجمال. الله يخليك. ربنا يخليك، ربنا يعزك. الله يبارك فيكم، فريق الاعداد محترم، والفقره دي جميله، خلي بالك. ربنا يخليك. الفقره دي فيها السلبي وفيها الايجابي،
تصدق يعني معايا اثنين امهات، ام زوجتي وامي، بيبروني الضروك انا واحفادي، وتعرضت ربنا من علي بشويه مرض، ما حدش وقف معايا غير الاثنين دول بعد ربنا واخواتي وعيال عمي، واغلب العيله اللي الحمد لله فيه سلبي وفيه ايجابي. تمام. فانا بشكر الاثنين بصراحه، والدتي وام زوجتي. بشكرهم بشكرهم فعلا يعني للغايه دروك، بدل ما انا اللي برهم هم اللي بيبروني. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا رب. وبشكرهم من خلال البرنامج بتاعكم، وبشكر سيدات مصر كلهم الجمال اللي زي حضرتكم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بشكر حضرتك جدا. انت عارفه يا هدير كمان في حاجه مهمه جدا لاحظتها بقطع صله الارحام، وهي الغيره والحسد. ده سبب يعني الميراث والكبر والجهل، وده كله مزبوط. الغيره والحسد، في ناس بتفتكر حاجه تانية، لا انا ما عزمش قريبي ان انا اغنى منه، او طح. انا هيجي عندي هيشوف ليه، ده قريبك، ده من دمك، ده يفرح لك، هيفرح لفرحك وهيحزن لحزنك، وهيحب كل حاجه وبرضه بتحبها، سوء الظن، وهيكره اللي انت بتكرهه، وسوء الظن، وسوء الظن لما تبقي مثلا يبقى شخص لحد يقول لك لا انا خايفه اروح له او الغيره عشان حاسه عشان يفهمني غلط. مع الو، معانا موهبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا معجبه بالبرنامج بتاعكم، ده جميل جدا. حبيبتي ربنا يخليك. خليكي. انا عايزه اقول لكم حاجه. اتفضلي. كل الشباب اللي طالع يا حبيبتي بقى عنده صله رحم. احنا لاحظنا الموضوع ده. عنده صحابه اهم حاجه. صحيح. يعني لو اخته في مشكله وصاحبه محتاجه هيروح لصاحبه ويسيب اخته. لو امه محتاجاه هيروح لصاحبه ويسيب امه. كل الشباب اللي طالع ما فيش صله رحم الا البعض البسيط. تمام. هل ده يعني، وانا بظن ان فعلا ده نقص دين. نقص دين عند الشباب. ففعلا الشباب يا بنتي عايز توعيه جامده، وربنا يهديهم، وصله الرحم ده نعمه كبيره للي يقدر عليها. طب حضرتك شايفه في حلول من وجهه نظرك؟ انا والله شايفه الحلول ان ربنا يهديهم. بندعي كل الشباب ان ربنا يهديهم ويعرفوا معنى صله الرحم. والله بصي يا ام هبه، هو الموضوع برضو راجع للاهل، ان الاهل هم اللي بينصحوا اولادهم، وهم اللي بيقولوا لهم. الوالدين والله الاهل يا حبيبتي بتنصح وبتعمل، بس العيب بقى في الشباب والصحبه. مظبوط عندك حق. ربنا يهدي. مظبوط عندك حق. بشكرك جدا. ربنا بشكرك جدا يا موهبة. فعلا النقطة دي مهمة برضو، اللي هي تقليد الوالدين. برضو موهبة أشارت لنقطة مهمة جدا، ان لازم نقلد الوالدين. الاب قدوة، الام قدوة. الام لما تقول انا راح يوم الجمعة لاختي، راح لخالتي، راح لجدتي، راح لعمتي. الاب ليه يوم الجمعة ده ما نخلوش نبعد السوشيال ميديا؟ ليه ما نخليش يوم في الاسبوع نقفل التليفونات؟ بصي يا هبة بقى، يوم الاجازة. احنا قلنا للناس بما فيه الكفاية اسباب انقطاع صلة الرحم. تعالي بقى نقول لهم ايه الحاجات اللي ممكن يستفيد منها من صلة الرحم والوصل صلة الرحم فيها. ده أكيد طبعا. بص يا هبة، طبعا صلة الرحم يا جماعة حاجة مهمة جدا جدا جدا، وحاجة بسيطة ربنا كرمنا بيها وادهلنا عشان نقدر ناخد من وراها حسنات، ونقدر ان احنا نضمن الجنة، ونقدر ان احنا نبقى عارفين ان احنا داخلين الجنة من خلالها. دي حاجة بسيطة يا جماعة، ما تستهونوش بيها. على قد بساطتها على قد ما انت كبر عظمتها عند ربنا طبعا. فطبعا من اسباب صلة الرحم ان انت تصل الرحم باهلك وبقرايبك وبزمايلك وكده، ان انت تعرف ايه ثوابك عند ربنا. ارجع لدينك وقعد مع ربنا كده، واعرف يعني ايه صلة الرحم ده هيوديك لحد فين. الو، معانا نعمة من هنا. اهلا وسهلا استاذة نعمة. اهلا بيك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. مصح والله انتوا عندكم حق سلسلة الجرايد داي. تمام، اتفضلي. ما حدش بيدور على حد خالص. ممكن توطي صوت التلفزيون شويه؟ وطيته اهو. قولي لنا ايه رايك في موضوع صله الرحم؟ صح، الجيل اللي طالع ده ما حدش بيعرف حد، ولا حد بيكلم حد، ولا الاخوال، ولا حدش بيدور على حد اصلا. مظبوط. تمام، انا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك. طبعا يا هبه، من اسباب طبعا صله الرحم ان انت بتغيري من نفسيه اهلك وقرايبك، وبتبسطيهم وبتفرحيهم. التواضع ولين القلب، ان انت تبقي محبوبه وسط اهلك ووسط اصحابك ووسط زمايلك، وان انت تشيلي التكلفه بينك وبين صحابك وقرايبك وعيلتك واسرتك.
وكمان ان انت تتغاضي وتتغافلي وما تقفيش لكل واحد على الوحده، ما تقفيش لكل واحد عن غلطه وقالها او كلمه قالها، لا لازم نسامح بعض ونغفر لبعض ونعتذر لبعض. وواجه برضو الاساءه بالاحسان، يعني ده ما بيكلمنيش انا ما اكلمهوش، لا انا اكلمه واتصل مره واتنين، ما فقدش الامل اتصل. صله الرحم بتسبب الرزق، زياده في الرزق وزياده في العمر والبركه، ودي اوصانا بها الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا الوالدين الاب والام، الجد والجده الخال، نرجع تاني لليوم العائلي يوم الجمعه، نقفل التليفون يوم واحد ونصل رحمنا كل جمعه. اليوم الجمعه ده فقدناه يا هدير، اليوم العائلي اللي كنا بنتمناه. دلوقتي مش عايزين الروتين ياخدنا، مش عايزين الشغل ياخدنا. بصي يا هبه، الوقت بيدهمنا جدا للاسف، بس انا كنت عايزه قبل ما اختم فقرتي النهارده عايزه اقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء اطيع الله فيه اعجل ثوابا من صله الرحم، وليس شيء اعجل عقابا من البغي وقطيعه الرحم. وده معناه فيما معناه ان مفيش حاجه اسرع تدي لك حسنات من صلة الرحم، ومفيش حاجة برضو أسرع في العقاب من قطع صلة الرحم. اهتموا بأرحامكم واسألوا على قرايبكم وحبايبكم وودوهم واتصلوا بيهم وقولوا لهم وطيبوا خاطرهم وقولوا لهم كلمة طيبة وقولوا لهم كلمة طيبة ودايما يبقى فيه وصل ودايما يبقى فيه يوم للعيلة عشان تجتمعوا فيه. وما تنسوش ان انتوا تسألوا على اهلكم وقرايبكم. بشكرك جدا يا هبة، وطبعا انتهت فقرتنا النهاردة، هنطلع فاصل ونرجع معاكم مرة تانية في فقرة جديدة وموضوع جديد ومهم.